مع إغلاق أهالي ناحية الحيدرية لمديرية توزيع كهرباء الناحية بسبب سوء التوزيع، توزيع الكهرباء يعني بين منطقة وأخرى. صف لنا ما جرى وما آلت إليه الأمور، تفضل. نعم، مساء الخير. مثل ما تفضلتم، شرارة الغضب انتقلت من محافظة الديوانية إلى ناحية الحيدرية شمال محافظة النجف، حيث خرج الأهالي فيها منذ الصباح الباكر بتظاهرات غاضبة. هم كانوا يتظاهرون في وقت سابق، لكن هذه المرة هي الأكثر حدة والأكثر اشتعالا، حيث أضرم النيران في الشوارع الرئيسية. تعرفون ناحية الحجرية هي تربط النجف، الجهة الشمالية للنجف، مع محافظة كربلاء، وعلى شارع رئيسي ما بين المحافظتين قاموا بقطع هذا الشارع بشكل تام مع ذروة الزيارة وزيارة عاشوراء. أيضا قاموا بشكل غاضب باقتحام دائرة كهرباء الحيدرية احتجاجا على تردي الكهرباء وتردي توزيع الكهرباء. حملوا فرع توزيع كهرباء النجف وشبكات النقل بالمحافظة مسؤولية تردي الكهرباء، وقالوا أن هناك تفاوت كبير ما بين منطقتهم الريفية فارس الرطوبة العالية والحرارة العالية مع مناطق أخرى، حيث تشهد منطقتهم انخفاض في ساعات التجهيز وحتى تذبذب في الفولتية للساعات القليلة التي تصل إلى منازلهم، كل 6 ساعات، كل 7 ساعات تصل ساعة واحدة لهذه المناطق الريفية ذات الرطوبة العالية والحرارة العالية، وهذه الساعة تكون غير مستقرة بانقطاعات متكررة وبفولتية عالية. لا يستطيع أهالي المنازل تشغيل أجهزة التكييف مع ارتفاع درجات الحرارة. على مستوى الأرقام، دليل سعد النجف بصورة عامة تحتاج بحدود 2200 ميجاوات، ما يصل هو نصف أو أقل من نصف لهذا العدد، بحدود 1100 ميجاوات تصل إلى المحافظة، والنجف تحتاج إلى أكثر من 2200 ميجاوات، يعني تحتاج إلى الضعف مع ارتفاع درجات الحرارة ومع الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المواكب، ويعني إقامة الشعار الحسينية يعني ساعات متأخرة من الليل. كان هناك يعني هذا أسفر عن خلل في المنظومة الكهربائية، وحدا بأهالي ناحية الحدرية إلى تظاهر بشكل غاضب. كما شاهدتم بالتقرير، هناك يعني تحذيرات وتهديدات بتصعيد أكبر. وهذا هو سؤال محمد، يعني هدد المتظاهرون بخطوات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، يعني ما المتوقع كيف سيكون شكل هذه الخطوات التصعيدية؟ أهالي ناحية الحيدرية على يعني المثل الذي يقول الجمل يحمل ذهب ويأكل الفتات كما يقول. في ناحية الحدرية هناك محطة غازية لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة جدا، حسب هذه الطاقة إلى المحطات المركزية في بغداد، ومن ثم يتم التوزيع على مناطق أخرى. يقولون لماذا في ناحية الحدرية توجد هذه المحطة وأهالي المنطقة، أهالي الناحية محرومون من الكهرباء؟ هددوا بخطوات تصعيدية تصل إلى إغلاق مصفى النفط الموجود في محافظة النجف وإغلاق المحطة الكهربائية، بما سيؤثر على المحافظات بصورة عامة، المحافظات الوسطى والجنوبية وحتى على العاصمة بغداد، اعتبار أن المحطة ترسل الطاقة إلى المحطة الرئيسية في بغداد ثم يتم التوزيع. فهذا حال الأهالي هنا في ناحية الحدرية، يقولون لدينا محطة وأهالي المنطقة لا يستفيدون من هذه المحطة الغازية، وتردي كبير بشكل كبير وملفت وواضح بناحية الحديد الطاقة الكهربائية. وهذا بدوره يعني أرسل رسائل أنه الأهالي في حالة غضب كبيرة جدا، وممكن بخطوات تصعيدية تصل إلى إغلاق الشوارع وإغلاق المحطات الكهربائية وإغلاق الدوائر الحكومية وإغلاق المصافي من قبل الأهالي في محافظة النجف وتحديدا في الناحية الحدرية. هذه منطقة ريفية مثل ما ذكرت، ذات رطوبة عالية، عن المنطقة أو المناطق في مراكز المدن تكون في درجة حرارة معتدلة يعني حارة، لكن ليست كما هي المناطق الريفية. مع ذلك الحرارة أو الكهرباء في تلك المناطق هي متردية جدا. نعم، مراسلنا من النجف محمد رزاق، شكرا جزيلا لك.